تشكيل العدد غير معتبر من الموظفين والقضاة الذين شاركوا في هذه المظاهرات التي كانت ذات مواضيع نوعية. وظني الشديد بأنهم قد استفادوا منها في العمل القضائي بالنسبة للقضاة وفي العمل الإداري والقضائي بالنسبة للأسئلة المشتركة وأمانة الضبط. إننا نمتلئ من هذه التجربة التي قررتها وزارة العدل بالاشتراك مع جامعة شلف، ونتمنى أن يكون البرنامج في السنة المقبلة أكثر فائدة وأكثر نجاحا. وشكرا للجميع وللمشاركين. فشكرا جزيلا للجميع.
ومزيد من التطور والنجاح لجميع المشاريع. بين في الاتصال العام، بين في الرقابة، بين في إعداد السيطرة الإلكترونية.